راح، وبعد ما رجع راح صمويل يزوره. أول ما قابل صمويل أقمت كلام الرب، كلام حلو قوي قوي. أنا يا سلام طلبات ربنا في اللحظة دي، في اللحظة دي الأبقار والأغنام تطلع صوت. قال له أقمت كلام الرب؟ وما إيه اللي أنا سامعه ده؟ لا 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 ما فيش حاجة، أنا قلت ما رجعش بإيدي فاضية لربنا، أنا لازم أجيب حاجة عشان أعمل إيه؟ أقدمها لإيه؟ لربنا. ده ربنا قال لك أعمل إيه؟ حرم طاعة جزئية، أو الحقيقة هي مش طاعة خالص. واسمعوا الآية بقى، اسمع يا شاول، هل مسرة الرب بالمحرقات كما باستماع صوت الرب؟ هو ده الاستماع أفضل من الذبيحة، والطاعة أفضل من شحم الكباش. طب تعال لداود بسرعة. داود لما راح صمويل يختاره، صمويل برضو زينا، أول ما دخل صمويل البيت ابتدى بالكبير، اسمه إيه؟ ألياب. أول ما شافه قال يا سلام يا رب، هتعوضنا في المقلب اللي فات بحتة شاب طول وكتاف. يا صمويل ما أنت حبيبي اتعلمت المقلب قبل كده. على فكرة إحنا ما بنتعلمش، بناخد المقلب، بس إن جوانا ازدواجية، عندنا رغبات ذاتية. فجاله صوت الرب قال له لأن الإنسان ينظر إلى العينين، لا تنظر إلى منظره وطول قامته. الإنسان ينظر للعينين، أما الرب في إنه ينظر إلى الإيه؟ قلب. قال له مش هينفعني، مش هينفعني. قال يا آب طب هات يا يسا، خلص السبعة. أنا جيت عنوان غلط يا رب؟ قال لا ما جيتش عنوان غلط. يا يسا عندك حد؟ قال له بصراحة يعني في الصغير، وبصراحة الصغير أنا ما بعتلوش لأنه ما ينفعش يقف في اختيار ملك. ده حتة ولد صغير، هو حليوة شكله حلو، بس إحنا سايبينه مع الغنم، ويمكن هناك بيحب يقعد في الخلا ويعزف على العود، بس بصراحة كل المواصفات لا تصلح أن يكون ملك. فصمويل قال له مش هقعد أكل لغاية لما تجيبه. بعد جابه، أول ما دخل الرب قال له إيه؟ قوم امسح. محتاجين نتعلم نسأله ونتخلى عن شطرتنا حكمتنا في أي حاجة في الدنيا. أخي أختي ما تورطش نفسك في متاعب تجيب لك وجع قلب بدون ما تاخد رأي مين؟ رأي الرب. طول ما بيردش الرب يا أخ فريد، ما هو تعرف لو الرب زيك أنا باجي أقعد معاك بتروح حللها لي. الرب تصليل وشهر واثنين وسنة واثنين وافضل ملطوع على بابه وما بيردش في الحاجات دي. عايزين حد يقولها لنا على طول، هاتولنا كده جروب يا جماعة في الكنيسة، سين جيم سين جيم، كليك تروح طلعالك على طول. لا مدرسة ربنا مش كده، مدرسة ربنا دي مدرسة ايه؟ تفضل قاعد قدامه، يبعت لك آية تروح منورة، اشكرك يا رب. يوم تاني تروح منورة اكتر، يوم تالت تروح منورة اكتر. تنزل تيجي اجتماع، ممكن يكون اجتماع بسيط قوي في 5 6 10، مش لازم كبير زي ده، ممكن في دودة تلاقي ربنا راح مكلمك. ايه ده؟ يقول لك يا حبيبي عايز تبقى تلميذ الناس، طبعا ما فيش مانع نستفيد من الخدام والقاد، ولا عايز تبقى تلميذي انا اعلمك وارشدك الطريق التي تسلك، انصحك عيني ايه؟ عيني عليك. خد داود، راح اخد داود. ولما أخذ داود اسمعوا بقى الكلمة دي، مزمور 78 عدد 72، تحب قوي العبارة دي، فرعاهم من حفظها حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداه. يعني ايه كمال قلبه؟ يعني داود ما عمره ما غلط صح؟ ها؟ وحد في الكتاب اتأدب زي داود. يعني ايه كمال قلبه؟ عارف كمال قلبه يعني ايه؟ عنده انتجريتي، عنده ايه؟ مش بوشين، يغلط مش زي شاول. شاول يبقى عامل العمل السودة، ها، ويروح له صمويل يقول له ايه اقامته ايه؟ يا راجل بس بلاش تمثيل، بلاش تمثيل، خليك صادق. لا داود يجي له نسان النبي ويحكي له حكاية الغني اللي مرضيش يطلع نعجته واخد بتاعة الفقير، وأول ما يحكي له الحكاية يقول له أنت هو الرجل. خدوا بالكم، ملك قاعد على عرشه، ملك
أقوى ملوك إسرائيل انتصر في الحروب وأسس المملكة، ده هم لغاية دلوقتي هناك ها في إسرائيل بيفتخروا بيه ويسموا النجمة نجمة إيه؟ داود. أقوى ملك وقعد على العرش ووقف نسان النبي قدامه، أول ما قال له أنت الراجل، أخدت مرات الراجل الثاني وأنت عندك قد كده وحبيت تغطي الغلطة غطتها بغلطة تاني. داود قال له أخطأت. سهلة يا جماعة على ملك قاعد على عرشه وواقف قدامه نبي ان يقول له ايه؟ سهلة. فكر بس، ادي كمال قلبه، كان لابس منطقة الايه؟ الحق. امين، ربنا يساعدنا. اثبتوا ممنطقين، دي اول حتة فيها، ممنطقين احقاءكم بايه؟ بالحق. مش هاخد اكتر من كده النهاردة علشان نقضي دقايق نصلي مع بعض في الفرصة بتاعتنا دي ونقول له يا رب ادينا استقامة قلب. ممكن نغمض عينينا كلنا واحنا قاعدين والكلام اللي سمعناه، واقول له تعالوا نقول مع بعض كده في الصلاة دلوقتي للرب اللي قاله داود برضو، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري. اهو دي بقى منطقة الحق، تربط الحاجتين دول، قلبي وافكاري. اختبرني وانظر ان كان فيا طريق باطل. غريبة انه في العبري طريق وثني، يا واهدني طريقا ابديا. صليها من فضلك قبل ما نطلع الخدمة دي، تكون ربنا استخدمها وجابت نتيجة. لو طلعنا من الباب عندنا شهوة نطلبها من الرب، ادينا صدق مع النفس، احميني من اني اكون عندي ازدواجية، اديني اكون صادق يا رب. انت لا تخدع من المظهر الخارجي، الناس تخدع، اديني اكون صادق يا رب. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا نقول مع بعض مستقيما. اعمل ايه يعني؟ ليه جدد؟ لانه ده عايز من حين لاخر تعمل له صيانه، اصل الاستقامه دي بيجي عليها تراب فبتبقى رياء. اعمل لي صيانه يا رب في بيتي، واضح واضح مفيش لف ودوران، مع الإخوة في الكنيسة اللي تعلمته بعيشه، روحا مستقيما جدد في داخلي. خلينا نقف مع بعض. يلي بدي الرحلة معايا واثق فيه انك هتكمل، انت الفرحة وقت بكايا وانت القلب اللي بيت. شكرا ليك، شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا ما بتغير دايما، انت امين ما بتغير شي، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. بالتعظيم اندبر حالي، رحلة عمر انت رسمها لي. ساعدني يا ربي اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. شكرا
يلي